شيك بتفرح على بيتك فاضي. ايه اول مره تحضر حفله وانت جوز؟ انا ركبتي جاي فيها كارتلج من وقف المحببه اللي ركبتها دي. الله يرحم، لما كنت بتيجي العزبه تقعد طول النهار عشان تقولي صباح الخير ما كنتش تقدر يا حبيبي. بقولك ايه؟ ايه خليكي حلوه. يعني يدونا شويه من اللي بالهم الخالق، ياخدونا جنبيهم شويه المفروض كده برضه. انا مش قادر بقى، مش قادر اصبر. ليه هتعمل ايه بس؟ يا جدع البوفيه لسه ما اتفتحش. ولو اتفتح انت هتلاقي حاجه. دول ما سريع يا عم، يلا اقطعك. مالك قمر والله قمر يخيط وانت قدام. الواد يفتكر العيد الكبير جه. انت يا اخوان اهو، مين فيكم مصوراتي؟ انا يا فندم. انت مش شايف انه عيب يا فندم انك تسيب شغلك واكل عيشك وتقعد تاكل؟ المفروض اللي زيك ما يبتديش ياكل الا بعد الهوانم والبهوات المعزومين لما يخلصوا اكل. يا فندم ما احنا مصورين 3 ساعات لغايه دلوقتي. 3 ساعات 20 ساعة، انت مالك؟ انت مش بتقبض؟ اتفضل شوف شغلك. لا بقول لك ايه، ال 250 لحلوح ما تمشيش دماغك. لما يكونوا يعني هيزلونا بال 250 لحلوح بتوعهم وتلاقي مقطف من الموجودين هو اللي دفعها لهم. لا انا هروح اطبق على دماغهم. بص يا بطل انت هتفضحنا. بقول لك ايه، دول 250 لحلوح اجري نور الكاميرا في وشهم وبعدين هياخد 150 جنيه وال 100 جنيه بعد ما نسلمهم الشريط. ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا اخويا؟ ارتاح. Thank you.
واحد اهو. فتشوا يا سليمان. نعم. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ لو ما اديت ايدك عليا هشرحك. انت حرامي والسرقه تطلب من ايدك كمان. اطلب بريس يا سليمان. يا جماعه عيب كده. مفيش داعي للشوشره. لا بقول لك ايه يا مدام؟ لا احنا مش حراميه، عايزين تفتشونا ونتفتش. اشش. خليهم يفتشونا. اشش. امسك يا اخوي، امسك يا اخوي. هاتي. اتفضلوا. حراميه؟ طلعوا حراميه. ما كانتش شغلانه.